بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غزوة أحد وقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على منظر أوجع للقلب منه. وقف على عمه حمزة رضي الله عنه زي سيد الشهداء، وقد بقرت بطنه وجدع أنفه وأذنه واستخرجت كبده وعبث في فمه بالحربة وشقت شفته، فقال: والله لقد علمتك وصولا للرحم فعولا للخير، وعلى ما فعلوه بك لأمثلن بسبعين منهم كمثلتك، يعني بسبب ما فعلوه بك لأمثلن بسبعين منهم مثله كمثلتك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في آخر النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهنا يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين العقاب وبين الصبر: إن عاقبتم فعاقبوا ولئن صبرتم لهو خير. لكنه لم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم الخيار، إنما اختار له الأكمل والأفضل والأحسن، فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا قال: كيف أصبر؟ يقول له: اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني استعن بالله سبحانه وتعالى، قل: اللهم صبرني، اللهم ارزقني الصبر، اللهم أفرض علينا الصبر، اللهم أنزل علينا الصبر. ثم إذا سألت لماذا أصبر، تيجي الآية في سورة المدثر: ولربك فاصبر، يعني اصبر مستعينا بالله رجاء الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر سيف لا ينبو، وجواد لا يكبو، وحصن لا يسلم ولا يهدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا الصبر، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.